بمناسبة اليوم العالمي للجمارك والذي يتصادف مع 26 يناير من كل سنة، عقدت المديرية الجهوية للوسط الجنوبي حفلا رسميا من أجل الاحتفاء بهذا الحدث السنوي الذي أقيم بقاعة المحاضرات التابعة لمركز الاستضافة الجمركي بترقة. وانطلق الحفل بتحية العلم التي أدتها عناصر الجمارك التابعة لمراكش قبل حضور السيد عبد الفتاح البجيوي والي جهة مراكش أسفي، والذي ألقى كلمة بهذه المناسبة. البلاغ الديوان الملكي الموجه إلى المؤسسات العمومية وإلى المؤسسات المنتخبة وإلى كل الفاعلين الاقتصاديين والاجتماعيين وعامة المواطنين. هذا الحفل السنوي الذي عرف حضور المدير الجهوي للجمارك بالوسط الجنوبي ورئيس إدارة الضرائب ورئيس الدائرة بمراكش ورؤساء المصالح الجمركية الجهوية وموظفو الجمارك بمراكش عرف استعراض كل ما تمكنت الإدارة من تحقيقه خلال السنة الفارطة، وكذا عرض ما سيتم العمل عليه مستقبلا. هذه كانت مناسبة لعرض الإنجازات ديال المصالح الجمركية بهذه الجهة، وكذلك التعريف بإدارة الجمارك بالمهام ديالها وبما حققته خلال سنة 2016، وكذلك بالبرنامج المستقبلي لسنة 2017 كنعرضه أمام الشركاء ديالنا، ونقوم كذلك بالاحتفاء بالموظفين الموشحين بأوسمة ملكية والذين تكرمهم إدارة الجمارك، منهم الأحياء ومنهم الذين وفاتهم المنية. كانت هناك أرقام أعطيت، وهذه الأرقام توضح للمواطنين المجهودات التي تقوم بها المصالح الخارجية، واليوم توضح لنا الجهود والتواجد في الميدان الذي تقوم به المديرية الجهوية للضرائب وعلى رأسها السيد المدير الجهوي حديدان الصديق ديالنا. كذلك إلى جانب الإنجازات، أن هذه المديرية لم تنسى جانب التكريم، جانب مواكبة عناصرها من ذكور وإناث والتشجيع ديالهم من أجل المثابرة والعمل أكثر. وفي نهاية مراسم هذا الحفل تم عرض لوحات تشكيلية وصور فوتوغرافية من إبداع الجمركيين قبل توديع السيد والي الجهة والوفد الرسمي بتحية لواء خفيف للجمارك.